أعدت للكافرين، النار أعدت للكافرين يعني جاهزة موجودة. وقال عن الجنة أعدت للمتقين، فكن من المتقين يا عبد الله. إن النار مخلوقة الآن وكذلك الجنة، ما هو الدليل على أن النار مخلوقة والجنة مخلوقة الآن؟ نحن نستدل بالقرآن الكريم وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كثيرا في القرآن الكريم الله يقول أعدت للكافرين، النار أعدت للكافرين يعني جاهزة موجودة. وقال عن الجنة أعدت للمتقين، فكن من المتقين يا عبد الله. ما معنى المتقين؟ ما معنى المتقي الذي ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه؟ هذا هو المتقي. فالجنة يقول الله أعدت للمتقين. وكذلك في حديث النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة علل ذلك بأن جهنم تسجر. وأيضا مما يدل على أن الجنة موجودة والنار موجودة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم، وهذه أدلة على وجودها الآن.